نعم. السؤال الآخر يا سيدنا الله يبارك فيك، أريد أن أعرف معنى كلمات سورة الفلق. قل مفهومة لك ولا لا؟ مفهومة. أعوذ ألجأ وأستجير برب الفلق، بإلهي، بربي الذي ربني بنعمه وخلقني ورزقني، برب الفلق الذي يفلق الأشياء عن بعضها، ويفلق الصبح من الليل، النهار من الظلمة، ويفلق الحب والنوى، يفلق كل شيء ينفلق، لا ينفلق شيء عن شيء إلا بإذن الله، لا ينفلق اليسر عن العسر إلا بإذن الله. أعوذ بك يا رب الفلق، يا من تفلق الأشياء، أعوذ بك من شر كل شيء خلقته، من شر كل المخلوقات، إنس وجن ودواب وسباع وهوام وبرد وحر، أعوذ بك من شر كل شيء خلقت، ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا دخل، وعلامته القمر إذا طلع. الليل إذا دخل تبدأ العفاريت في الشغل، وشياطين الإنس والعسس والشرط والمجرمون وقطاع الطرق والحيات والثعابين، كل ذلك ينشط ليلا. شر غاسق إذا وقب، الليل إذا دخل، وبلاء ينزل أيضا، قال عليه الصلاة والسلام ينزل في أحد الليالي سنة بلاء لا يدع إناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك البلاء. ومن شر النفاثات في العقد السواحر، النسوة أو الناس الذين يسحرون، سواء رجال أو نساء، تسحر وتربط، تدفل وتتكلم بكفر وتعقد. ومن شر حاسد إذا حسد، الحساد الذين يتمنون زوال النعمة عن الآخرين.